من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. في ظلال هذه الآية العظيمة لا يمكن أبدا إلا أن تنظر إلى رحمة الله الواسعة وإلى جلال عظمة الخالق الذي لا يتعظم ذنب والذي وسعت رحمته كل شيء والذي عمت مغفرته الأكوان كلها. ذلكم الإله العظيم ما أحلاها وما أحيلاها من نسبة وهو يقول يا عبادي. ألا تستروح لهذه الكلمة؟ ألا ترى فيها لطفا ورقة وعذوبة تذوب معها المعاني والمباني حتى لا يبقى منك شيء وأنت في عداد من ناداهم الله يا عبادي؟ أي شرف أعظم من هذا الشرف أنك عبد من عباد الله وأنه مهما أسرفت ومهما أذنبت ومهما أسأت إذا ما رفعت يديك وقلت رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم تجد ربا سميعا قريبا مجيبا سبحانه وتعالى. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. في ظلال هذه الآية العظيمة لن يقنط من رحمة الله إلا الجاهل بعظمة هذا الرب، إلا من يظن أن الله تعالى يبخل على عبده ويرد إليه يده صفرا وقد رفعهما إليه. هذا والله عين الجهل بالله سبحانه وتعالى. لا تقنطوا من رحمة الله، هذا الذي يظن أن الله لا يغفر له الذنب ربما لكثرة ذنوبه ومعاصيه فظن ذلك بالله، كما فعل الذي قتل 99. ماذا صنع؟ ذهب لهذا العابد وقال هل له من توبة؟ قال لا. رجل قتل 99 اقترف يعني وسفك الدماء وأسال هذه الأنفس المحرمة فليست له من توبة، هذا في ظن العابد الذي لم يتعلم.
ولما ذهب للعالم قال ومن يحول بينه وبين التوبة مهما كانت يعني ذنوب العبد. يا ابن آدم إنك ما رجوتني ودعوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. حديث أنس عند الترمذي وحسنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك ما رجوتني ودعوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة. رحمة الله. فهذا الذي يقنط من رحمة الله ييأس من رحمة الله، ربما يظن لأن الله لا يغفر له هذه الذنوب الكثيرة التي فعلها فهو جاهل بالله، أو ربما يظن أن ما يلزمه لمغفرة الذنوب أكبر من قدرته أو أكبر من طاقته، وهذا أيضا عين الجهل بالله. فإن الله تعالى لا يكلف العباد إلا بما يطيقون. في ظلال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا بد أن تتذكر أن التوبة وظيفة العمر، وأنها أول الأمر ووسطه وآخر الأمر، أن التوبة مقام عباد الله جميعا على اختلاف درجاتهم ومقاماتهم وأقدارهم ومنازلهم عند الله سبحانه وتعالى. واقرأ إن شئت في آخر ما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهذا من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أجل النبي صلى الله عليه وسلم نعي إليه، أو عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعي إليه، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الوصية من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بعد طول الرحلة في الدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعالجة أمر الرسالة، ومع ذلك قضية القضايا توبة والاستغفار والندم، حتى نعلم جميعا أننا نحتاج إلى التوبة. والله العظيم أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب، والله نحتاج إلى التوبة أشد من حاجتنا إلى الهواء الذي نتنفسه. هل يمكن لأحد أن يستغني عن هذا الأكسجين الذي يتنفسه يعني دقيقة واحدة؟ دقيقة. ربما أحدنا لا يستطيع أن يمسك نفسه عن التنفس دقيقة. والله نحن نحتاج إلى التوبة أشد من حاجتنا إلى هذا الهواء الذي نتنفسه. وبأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. 70 مرة، 70 مرة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة يتوب ويستغفر، وهو بأبي وأمي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فما بالك بأمثالنا. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وما منا إلا وقد نودي بأمر التوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب
فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهكذا شأن التوبة في كتاب الله، وهكذا شأنها في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأين هي في قلوبنا؟ إننا مع القرآن في رمضان، وقد أذن الله تعالى لأعمارنا أن تمتد حتى توشك أن تدخل على هذه العشر المباركة. كلنا أمل، كلنا نرجو غاية المنى، كلنا أمل وكلنا نرجو غاية المنى أن نكون من التائبين، وأن نكون ممن شملهم الله تعالى بلطفه وعنايته فلا يشقى أبدا. كلنا نرجو أن ندخل في جملة من أعتق الله رقابهم من النار، كلنا نرجو أن نكون من هؤلاء الذين يأتون يوم القيامة آمنين لا يخشون أن يلقوا في النار. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ لكن هذا يحتاج إلى عمل، والعمل يسير إن شاء الله تعالى على من يسر الله عليه. إلزم باب توبة، إلزم باب الاستغفار، هذا الاستغفار الذي يرفعك من مقام الغافلين إلى مقام العاملين. لا يلزم أن تكون لمقام المقربين، لكن يخرجك من مقام الغافلين إلى مقام العاملين. العاملين على ماذا؟ العاملين على النجاة، العاملين على فكاك رقابهم يوم القيامة من النار. وهذه والله أمنية غالية لن تتحقق إلا بين سجدات المحاريب، إلا مع الصبر الطويل على العبادة، إلا مع من يمسك نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، مع الذين يصبرون أنفسهم لله، مع الذين يدفعون الملالة والسآمة عن قلوبهم، مع الذين يجاهدون أنفسهم لله سبحانه وتعالى. حينئذ هؤلاء ليس الذين تركوا الذنوب والمعاصي فقط، بل الذين يسعون غاية الجهد في أن يستبدلوا السيئات بالحسنات، هؤلاء حقا هم التائبون. فإن حقيقة التوبة ترك المعصية والندم عليها والعزم على عدم العودة، ثم المجاهدة في الطاعات، يترك ما يغضب الله ليرحل إلى ما يرضي الله، ولا يترك ما يغضب الله ثم يكون خلوا من الحسنات والأعمال الصالحات. ليست هذه توبة، بل التوبة لا تكتمل لصاحبها إلا إذا جاء بالحسنات الماحية. هذا النصف الثاني من التوبة الذي لابد أن يظهر على جوارح العبد حتى تتطهر هذه الجوارح مما اقترفت مما كان. وهو يضع أمام عينيه: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، صلى الله على عبده ورسوله.